اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره كابتن احمد زاهر. طبعا واحد من المصريين اللي محققين نجاحات الحقيقه في دوله الامارات، ومدرب حراس مرمى الحقيقه له دور مهم جدا في نادي الجزيره الاماراتي، وايضا واحد من المحاضرين الدوليين في اسيا. ازيك يا كابتن احمد؟ اهلا بحضرتك. كله تمام الحمد لله. كابتن احمد، الاول يعني خلينا ابارك لك على كل هذه النجاحات وكل هذا التالق الحقيقه، سواء مع نادي الجزيره او من خلال وجودك في دوله الامارات. بدايه انا سعيد بتواجد على قناه النادي الاهلي. اهلا وسهلا. وتواجدي مع حضرتك، احب ابارك للنادي الاهلي على فوزه في مباراه الترجي، وان شاء الله يحسمها يوم الجمعه ان شاء الله. مبروك لفريق السله الانجازات، بس ده النادي الاهلي، الطبيعه بتاعت النادي الاهلي كده، ده بدايه يعني. احنا بقى لنا الحمد لله اسبوعين، فالاسبوعين السنه دي دايما في اخر السنه بتحصد موسم كامل. الحمد لله الاسبوعين لغايه دلوقتي الحمد لله الامور ماشيه كويس جدا، ربنا بس يكملها على خير ان شاء الله في بدايه الفتره القادمه، وتنتهي ان شاء الله بالفوز بالبطوله الافريقيه لكره القدم. كابتن، يعني بدايه حديثي معاك النهارده خلينا نتكلم عن بداية شغلك في مجال تدريب حراس المرمى. بداية أنا زي أي مصري لعبت كرة في نادي غزل المحلة. سافرت وأنا عندي 21 سنة، لأن كان عندي طموح كبير يعني. اتصبت، اتجهت للتدريب. أيوه. في سنة 98 99 كان من حسن حظي كان رئيسنا الدكتور طه إسماعيل في نادي الجزيرة، وده كان خبير كبير يعني الدكتور طه. طبعًا. سافرت معسكرات، بدأت أتعلم في فرنسا، ألمانيا، إنجلترا، أخذت أعلى الشهادات. ما بتاخد دورات في الدول ديت بيعملوا زي نوتس او ريكومنديشن، يقول لك مثلا كابتن اسلام ينفع اداري كويس، احمد ينفع مدرب كويس، محاضر، لحد ما ربنا اكرمني بقيت محاضر اسيوي الحمد لله في كره القدم بجانب عملي كمدرب محاضر اسيوي. مدرب محاضر للمدربين بجانب عملي كمدرب محترف في نادي الجزيره. طب ليه انت بعيد عن كره القدم المصريه؟ مش بعيد، انا قابلت اكتر مره مع مسؤول في الاتحاد، بس يقول لك ان شاء الله ما فيش نصيب. هل في ترشيحات قريب؟ بصراحه لا. في مصر لا، ما فيش. يعني اتقابلت مع المسؤولين اكتر من مسؤول، لكن لحد دلوقتي ما فيش نصيب. بحكم تواجدك يعني بتتفرج على الدوري المصري، ايه رايك في حراس المرمى في مصر خلال هذه الفتره؟ والله احنا عندنا خامات كويسه، لكن لما تسالني على طموحي انا الشخصي لا يرضيني. يعني النهارده لما تيجي على واحد زي محمد الشناوي حارس مرمى النادي الاهلي بهذه الامكانيات الكبيره يلعب اول مباراه دوليه وعنده 31 سنه، شيء مش ظريف. لو كان لعب بدري عن كده كان زمانه في اوروبا. يعني في كونه انه بيلعب، يعني انت عندنا امكانيات كويسه، لكن ينقصها يعني التطوير. مش على الحراسه، بشكل عام على اللعيبه. وانا احب اسالك انت اذا تسمح لي يعني. اتفضل. كابتن اسلام الشاطر، انتوا في سنه من السنين بالاسماعيلي اخذتوا الدوري. الاسماعيلي في 2002 اخذتوا الدوري. ويعني لما نحسب النهارده بطولات الدوري الاهلي 42 لقب دوري و38 كاس، اذا المنافسه شبه محصوره في واحد. صحيح. طب ده ليه؟ لان في خلل عندنا، ما عندناش استراتيجيات نشتغل عليها، ما عندناش تطوير. لكن برضو معنى كده ما ممكن نبص لحتة تانية، إنما يمكن الواحد ده هو الوحيد اللي بيطور نفسه. بس نادي الأهلي دايما هو اللي بيطور نفسه لما بيشوف. لا، هذا لا إنجازاته لا تقل منه، بالعكس. لكن أنا النهاردة أنا النهاردة مفترض إن يبقى في منافسين للأهلي بشكل قوي، ده مش موجود. يمكن بلاحظ في الدوري السنة دي أو السنين الأخيرة يعني إن حراس الدوري كلهم فوق ال 30 سنة. إيه الفكرة؟ الفكرة اللي إحنا ما بنشتغلش في القطاعات تحت صح. على ما اللاعب يكتسب خبرات ويوصل، فبيوصل لمرحلة كبيرة. دي سبب رئيسي، يعني النهاردة لو ترجع بذاكرتك كاسياس 19 سنة أفضل حارس في العالم، واخد بطولة أوروبا مع ريال مدريد. بيك فورت لاعب كأس عالم وعمره 22 سنة مع إنجلترا. فده راجع لأن أنت لما تكون صح هيطلع لي اللاعب بسرعة ويديني أكبر وقت ممكن. ليه ما يبقاش في تفكير دايما يبقى في مثلا زي ما في بنشوف مدارس الكره المنتشره في كل انحاء مصر، ليه ما يبقاش في مدارس كره منتشره مختصه بحراس المرمى؟ هي مش عملت خاصه بحراس المرمى. احنا النهارده الاتحاد الانجليزي عمل حاجه اسمها الدي ان ايه، اللي هي الحمض النووي للكره نفسها. كان كل ما بلد تاخد كاس عالم يبعت الصف بتاعه يسالهم انتوا عملتوا ايه، ويبداوا يعملوا اعداد.
فلقوا ان الموضوع ده ما بيجيبش معاهم نتيجه، فبداوا يشتغلوا يعملوا مناهج خاصه بحراس المرمى، مناهج خاصه باللعيبه نفسها في كل مرحله لها متطلباتها. خليني اسالك برضو في تجربه الكابتن بدر رجب في الدوري الاماراتي وفي نادي الجزيره تحديدا. لا كابتن بدر من الشخصيات الكويسه طبعا، واشتغل فتره كبيره في نادي الجزيره في قطاع المدرسه، ويعني عمل شغل على مستوى عالي بصراحه، يعني حتى ده انعكس في موجود لعيبه من افضل اللعيبه المواطنين عندنا موجودين في نادي الجزيره. لان المدرسه شغاله صح، هو يشتغل في في قطاع المدرسه من 6 ل 11 سنه. اوكي. فده الشيء يعني، شوف بقيمه بدر رجب وحفظ الالقاب بيشتغل في المرحله دي، لان ده المصدر الرئيسي بتاعك. ده هناك كده كان قبل منه كورفر، وكورفر النادي الاهلي استعان به صحيح الهولندي، فده اللي خلى نادي الجزيره يتميز في هذا، يعني نادي الجزيره اللي بيفرق معاه دايما اللعيبه المواطنين وخريجي الاكاديميه. فده يعني ده اهم شيء عندنا هناك في النادي. ليه ما بنشوف ندره دايما في احتراف حراس المرمى حتى العربي العرب عموما يعني؟ لا هو انا مش عايز نقول العرب، لان احنا النهارده في ياسين بونو بتاع المغرب. اوكي. بيلعب في اشبيليه. علي الحبسي من عمان لعب في الدوري الانجليزي. لكن خلينا احنا كمصر، ليه احنا ما عندناش حراس في المرحله ديت؟ مع ان نمتلك كل المعايير. بس لو حضرتك ذاكرت تسعفك في 90، احنا غيرنا قانون كره القدم. صحيح. بان كابتن شوبير استخدم المخزون التكتيكي بتاعه في اضاعه الوقت، لما الناس حللتها لقوا ان الراجل ده اخد وقت اكشولي تايم اللي هو الوقت الفعلي للمباراه اكتر من اللعيبه، فبدا يغيروا القانون. هي القاعده اللي بقول لك، اذا اشتغلنا على مراحل البراعم والناشئين والشباب من هنا بنقدر نوصل ونقدر نطلع منتج كويس، لكن احنا دايما بنركز على الفريق الاول وده مش منطقي. يعني الفتره اللي جايه هيكون في او هتبدا اختبارات الناشئين في الانديه، يعني لو تقول نصايح لحراس المرمى تقول لهم ايه؟ يعني دايما احنا بندور على الحارس الموهوب، اكيد الحارس اللي رايح يلعب حارس فاكيد هو موهوب. بنقوله دايما خلي لك مثل اعلى، دايما حاول يبقى عندك طموح. طيب بحكم تواجدك يعني في الامارات، شعبيه النادي الاهلي في الامارات شايفها ازاي؟ لا كبيره، شعبيه النادي الاهلي كبيره مش في الامارات بس، في الوطن العربي كله. في الوطن العربي. طيب تابعت ازاي ماتش الاهلي والترجي الاخير؟ والله شفته كاي مصري، مش كاهلاوي، كاي مصري بفريق الاهلي بيلعب، فده بيمثل مصر طبعا. كلنا بنبقى فرحانين بالنادي الاهلي لما بيكسب، بس انا شفت ان المباراه الاهلي يعني عارف شخصيه البطل بانت بدري. اوكي. ولذلك هو خلص المباراه، وعلى فكره النتيجه ما تطلعش 3، المفروض تطلع 6. الشناوي شفته ازاي؟ الشناوي واحنا 1-0 عمل جود سيف، صدى كويسه مؤثره، بس دي عاده الشناوي يعني في المواقف اللي نحتاجه فيها من اللي يعني. على الجانب الاخر حارس مرمى الترجي شفته ازاي؟ كان برضو اداؤه كويس، لانه برضو بيلعب النادي الاهلي، بيلعب بطل افريقيا مش بيلعب اي حد، كان تحت عليه تحت ضغط كبير يعني، كان متاثر بالضغط برضو، على الرغم ان هو كان سبب رئيسي في الهدف في الاول. الهدف الاول بس ده ضغط برضو. انا بلعب قبل النادي الاهلي. بالذاكره ديت انا لعبت احتياطي في غزل المحله ضد النادي الاهلي سنه 91، لما شفت حسام حسن محافظ الالقاب وياسر ريان في رهبه، فما بالك ده بيلعب قبل النادي الاهلي برضو. طب شايف مستر كولر ازاي مع النادي الاهلي ونجاحاته حتى الان؟ قد اختلف معاك في النقطه دي. اتفضل. النادي الاهلي ينجح اي مدرب. اوكي. بادارته، بعناصر اللعيبه اللي عنده، بالسيستم اللي ماشي عليه. تمام. الاهلي له استراتيجيه ماشي عليها من فتره كبيره. بيجي مجلس اداره جديد بيكمل على اللي قبله، وده اللي بنفتقده في نواحي كتير في ناحيه الاداره. ف زي ما نقول شخصيه النادي بتنعكس على شخصيه المدرب. ولكن اداؤه الفني في الاخر هو اللي بيعمل الاداء الفني، او هو اللي بيتحكم في طريقه اللعب واسلوب اللعب والتكتيك والحاجات دي كلها. لا انا اقولها لحضرتك بشكل تاني اذا تسمح لي. اتفضل. دوره كام النهارده؟ انا ما تمسك لي لعيبه الاهلي فرد لعيبه على مستوى عالي. هو راجل بيدير، هو بيدير بالظبط. ادارته صحيحه، وانا لو مش عارف انه بيدير كويس مش هتعاقد مع النادي الاهلي، ودي ترجع لاداره النادي الاهلي تختار الراجل المناسب في المكان المناسب في التوقيت المناسب. طبعا. ففي النهايه تتحسب لاداره النادي. اه يعني انا ما احاولش انسب قيمه النادي الاهلي في شخص مدرب. طبعا. ونرجع بالذاكره، هيدوكيتي كام سنه في النادي الاهلي؟ جوزيه كام سنه في النادي الاهلي؟ ومع ذلك طلع بره لم يكن له دور. صح ولا صحيح. طيب يبقى احنا الاداره
ثم اللاعب. طبعا طبعا يجي دور المدرب في الفيرست تيم، لانه مش هيكون لاعب، مش هيطور لاعب، لكن هو بيدير المباراه. فاذا انا كمدرب هيد كوتش ما عنديش المقدره ان انا ادير مباراه، فاذا انا تعاقدي غلط. والاهلي مميز في حته التعاقد. بس انا في الاخر انا بختلف معاك تماما في الامر ده، لان انا بشوف انه المدير الفني له دور كبير جدا جدا في اداره مجموعه اللاعبين. حتى في إدارة. يعني لما يبقى عندي 30 او 35 لعيب كلهم اسماء كبيره جدا في مصر وفي الوطن العربي، وكيفيه ادارتهم اعتقد تبقى صعبه جدا، مش اي حد ينجح في هذا الامر. وتتابع البطولات، وخلي بالك شفتات في البطولات ما بين الدوري والكاس وافريقيا وكاس العالم للانديه وسوبر افريقي وسوبر محلي كويس اتفق في البارت ده، لكن خلينا نرجع بالذكر. انت جبت موسيماني، انت اول نادي في مصر يجيب افريقي، صح؟ نعم جبت موسيماني مظبوط. استهنا به، فكان في البدايه ايه، لا احنا يعني احنا اكبر ان احنا نجيب من بره، دايما نجيب اوروبيين نجيب كده. أيوه. ونجح. لا موسيماني نجح طبعا. نجح. اديني مدرب لم ينجح مع الاهلي. لا في مدربين كتير. لا لم يعني بتبقى فتره انتقاليه، كانتش الظروف لا الفتره انتقاليه صحيح، لكن انا احسب نجاح المدرب، انا اخترت المدرب. أيوه. لديه الامكانيات ان يكون مدرب. تقييمك بقى لمحمد الشناوي خلال هذا الموسم مثلا؟ يعني التقييم مبين من اداء الجدول. انت النهارده عندك 5 مؤجلات وانت الاول. فده معناه ان انا اي فريق بطل لابد ان يكون عنده حارس على مستوى عالي. حقيقي. واللي يلعب للنادي الاهلي الى اكيد مستوى عالي. فانا دايما اتعامل بالارقام مش بالعاطفه. 5 ماتشات لما الاهلي يكسبه هيبقى هيفرق بفرق كبير عن البتاع، فمعناه ان عنده حارس مرمى على ذات قيمه وقيمه النادي الاهلي. في الدوري العام المصري بتتفرج عليه كويس؟ يعني نتابع الماتشات المهمه بس. لان بصراحه مين ما اللي بيلفت نظرك في حراس المرمى يعني في الدوري العام؟ بصراحه بيلفت نظري الشناوي، احمد الشناوي ده حارس موهوب. احمد الشناوي بيراميدز. بيراميدز حارس موهوب. ابو جبل فتره افريقيا قلنا هيعمل شيء، النهارده مش موجود حقيقي. صبح شويه بدا يظهر بس يعني. عواد اسمه محمد عواد؟ لا جاد. محمد جاد. كان الموسم اللي قبل فات كويس. محمود جاد النهارده مش موجود، فده يرجع لعمليه الاستمراريه بتاع اللاعب. يعني النهارده ما نقولش الشناوي النهارده مستمر، لان ملتزم عنده الامكانيه، الفريق حاله الفريق نفسه، ده كلها عوامل بتخلي الحارس دايما يبقى في التوب. اخيرا يا كابتن احمد، الـ 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 الرخصه او كونك محاضر في الاتحاد الاسيوي، في الاتحاد الاسيوي، هل دي بتختلف ما بين الاتحاد الاسيوي والاتحاد الافريقي الرخصه نفسها؟ تختلف اختلاف كل وجزئي. بمعنى انت تم وقف الدورات الافريقيه، مش عشان بس نفرق بين رخصه وبين دوره. الاتحاد الافريقي او وقف الدورات الافريقيه من 2018، لسه راجعه عندنا في مصر من حوالي 6 4 شهور، مش عارف 3 شهور كمان يمكن. ده لان ما فيش منهج معتمد في افريقيا مش في مصر. اوكي. بس ده بيزعلنا انا كمصري، لان احنا اللي اسسنا الكره في افريقيا، احنا صحيح. اكتر جامعات موجوده، احنا اكتر ابحاث، لكن للاسف ما عندناش منهج. وبدانا متاخر. يعني تخيل حضرتك، احنا مثلا ناخد البي في انجلترا باخدها على 2 سنين. هنا الدوره تاخدها انا ما اعرفش النظام بتاعهم ايه يعني. 3 ايام. لا ما اقدرش. لا مش 3 ايام طبعا، شهرين مثلا ولا حاجه. لا اقل. فهنا الوضع مختلف، احنا بنعمل 5 اكزام، 5 امتحانات كابتن اسلام. وبتنزل تطبق على الفريق. يعني انا في امريكا كان عندي ازاي تكون مدرب منتخب. اوكي. ليسن مش رخصه، مش دوره، في فرق بين الرخصه وبين الدوره. الرخصه يعني تمر بعده امتحانات، تقدم بروجكت معين، فالوضع مختلف جدا. هي ديت الفرق كبير. انا عشان كبير. عشان انا النهارده مساعد في الرخصه ايه، بقى لها 7 سنين بحاضر. يعني كاتيجوري غير يعني. واخد امريكا، المانيا، فرنسا، زي ما حضرتك عايز يعني. فده كل ده بيفرق. يعني الواحد نفسه ينقل الثقافه دي للقطاع بتاعنا احنا بقى، بتاع هنا بحري في مصر. طبعا. لا انقله بس انقله القطاع بحري، انقله القطاع الصعيد، خلي القاهره. انقله انت ده. الوضع هيبقى مختلف صدقني. طبعا هتروح لاتجاهات اخرى وشكل مدربين اخرين وحتى طريقه المدرب في الوضع بيتغير. الوضع بيتغير. وانت حضرتك لعبت في الاسماعيلي ولعبت مع مدربين كبار وجيت النادي الاهلي. طبعا. انت كلاعب النهارده بتعمل تيست للمدرب. انت بتعمله تيست. اذا المدرب مثقف وعنده مدارس مختلفه بيقدر يتعامل. وانت سبق كلمه هاخدها من حضرتك، المدرب عنده 35 لعيب، 35 شخصيه. صحيح.
35 فكره. عشان كده بتدرس علم نفس، انت بتقولي بتدرس علم نفس. بعمل ماجستير في علم النفس ان شاء الله، بامتحن حاليا الحمد لله. لان عشان الحاجات دي، ما هو انت النهارده بتتعامل في النهايه مع انسان، الانسان ده جانب نفسي، جانب فني، جانب بدني، ده مهم. فلازم الاربع جوانب انت كمدرب، وخاصه انا بحاضر، لازم انا اقدر اتعامل مع الاربع جوانب اللي بيتعامل بهم اللاعب. هي النهارده بقول لحضرتك، اعتقد ده فرق معاك في وجودك في نادي الجزيره برضو. والله نادي الجزيره بصراحه عملوا معايا كتير بصراحه، لان هم سافروني المانيا، فرنسا، امريكا، اهلوني بصراحه اكون واضح يعني، لان انت عارف الحاجات دي مكلفه جدا. طبعا طبعا، والحمد لله يعني امور ماشيه. ربنا يكرمك يا كابتن، ونتمنى لك يا رب المزيد من التوفيق خلال الفتره اللي جايه. انا بشكرك جدا على وجودك، وانا بشكر حضرتك على سلامتك. ربنا يبارك في حضرتك، وبشكر حضرتك على الاستضافه تنور. شكرا حبيبي. شكرا كابتن، شكرا جزيلا. شكرا كابتن احمد. هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل احمد مجدي ومحمد جمال في ضيافه البيت الكبير.